بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض المحاضرة الأولى في مادة سي اس 141. في الترم الأول خدنا سي اس 140، كان فيها مقدمة عن لغة الجافا، ازاي نعرف متغيرات الاف واللوب بأنواعه سواء دوايل او وايل او فور، وخدنا الكلاس وخدنا حاجة اسمها انهيرتنس، ان في كلاس يارث من كلاس. الترم الثاني بيبدأ بشابتر 9. شابتر 9 فيه الكلاس نفس الفكرة المكررة مع إضافات حاجة اسمها الانترفيس. فهنبدأ مع بعض في شابتر 9. أولا في كلاس خدناه في الترم الأولاني عن البنك. أولا أساسا فكرة الكلاس إيه؟ يعني إحنا لو بنراجع تاني الكلاس، الكلاس ما هو إلا عمل وصف لمعلومات هتدخل فيما بعد. يعني مثلا أنت هتخزن بيانات لعميل في بنك أو لطالب او للمدرس او لمنتج، ففي مواصفات خاصه مع كل حاجه انت بتعملها. انت لما تيجي تخزن بيانات عن حسابات عملاء، قبل ما تعمل الكلاس، هو ايه الكلاس؟ الكلاس انت بتبني الاستراكشر او بتعمل بنيه تحتيه تسمح لك تدخل فيها بيانات فيما بعد. يعني الكلاس بنفس الفكره تقريبا، كانك عملت جدول وعملت جدول. احنا دلوقتي الكلاس بنتكلم عن الأعمدة، رؤوس الأعمدة بتاعت الجدول. يعني مثلا لو أنا عايز أعمل كلاس عن البنك، بنك أكاونت، كل عميل في البنك ليه إيه؟ ليه رصيد. ممكن أقول لك ليه رقم كويس، كل عميل ممكن نقول كل عميل ليه رصيد أو ليه بالانس كويس. أهي المواصفات اللي فوق دي أو أول صف. في الصف الأول أنت حددت الاتريبيوتس او الصفات او البروبرتيز او الخصائص اللي بتوصف بيها كل عميل داخل البنك. فكلاس هو ايه؟ هو ان انت بتحدد المواصفات الاوليه او الشكل العام اللي فيما بعد لما تيجي تقول لي العميل رقم 1 رصيده 2000 ريال، العميل رقم 2 رصيده 4000 ريال. كويس، ايه الفرق بين البيانات والصف الاولاني؟ الصف الاولاني هو بناء الكلاس، الصف الثاني والثالث اللي هي البيانات دي بقى تسمى اوبجكت. يعني في فرق كبير بين الاوبجكت وبين الكلاس. الاوبجكت هو صوره او نسخه من الكلاس، صوره او صف ادخل فيه بيانات. انما الصف الاولاني هو بمثابه انشاء البناء او البنيه التحتيه او شكل الجدول، عشان اما اجي ادخل بيانات ادخل تحت صفات معينه. فلو انت عندك كلاس لحسابات بنك، كل حساب له بالانس، له رصيد. طب هو هنا ما حطش رقم ولا حاجة، يعني هو ما حطش هنا غير صفه واحده بس. حسب السؤال، يعني ازاي نعمل كلاس نوصف فيه او نخليه فيما بعد يستخدم او يعاد استخدامه لتخزين بيانات عن حسابات العملاء. هو المثال بسيط جدا. طب انت عشان تكتب كود اصلا محتاج برنامج اسمه بلوجي. طيب البرنامج لما تفتحه تيجي تقول له هنا في قائمة اسمها بروجكت، نيو بروجكت، خلاص يفتح لك هو مشروع جديد كويس. وبعدين يقول لك انت هتحفظه بايه، زي ما تسميه، يعني انت هتحفظه في اي مكان. خلاص عايز تحفظه في اي مكان هتيجي تسمي ايه المشروع ده؟ ممكن تسميه مثلا شابتر 9 براحتك، زي كده كريت. عملنا هنا بروجكت جديد، خلاص وقفلنا الاولاني زي كده. البروجكت الجديد ما فيهوش ولا كود، تقول له نيو كلاس، انا عايز اعمل كلاس عن حاجه اسمها بنك اكاونت. هو ده كلاس عشان اعمل الاستراكشر او البناء او الشكل اللي يسمح لتخزين حسابات العملاء. اقول له اوكي، تلاقيه فتح لك كلاس زي كده، تعمل دبل كليك بالماوس يفتح لك الكود. انت ممكن تمسح كل ده، ما احناش محتاجينه. خلاص، اولا انا الكلاس باجي اقول له بابليك كلاس، بابليك كلاس اسم الكلاس بنك اكاونت. بعدين تفتح اتنين كيرلي براكتس زي كده. كده انا عندي كلاس اسمه بنك اكاونت. الكلاس بيتكون من حاجتين، البروبرتيز او الخصائص والميثودز او الدوائل. الخصائص اللي هي المتغيرات اللي بتوصف الصفات، والميثود اللي هي الاكواد او الدوائل اللي انا بعمل استدعاء لها عشان استفيد من الكلاس او اعمل ليه. يعني اي كلاس لما تيجي تعمله خد بالك ان هو في حاجتين، هيكون في متغيرات او بيسموها اتريبيوتس او فاريبل
أي مكان. يعني الكلاس بتكون أول حاجة من variable أو متغير اللي هي الصفات، تاني حاجة بتكون الميثودز أو الدوال. ما هي الميثودز اللي هي بعمل لها كولينج أو استدعاء عشان أنفذ تاسك معينة عند الكلاس. طيب يبقى احنا عندنا هو في عند متغير نوعه دبل، دبل معناها رقم عشري أو كسري، بيقبل أرقام عشرية يعني بيقبل بوينت، يعني مثلا 1.7. عند متغير اسمه بالانس، بالانس هو الرصيد. المتغير ده بتحط قبل منه حاجة من ثلاثة، إما برايفت وإما بروتكتد وإما بابليك. غالبا وده الأغلب إن الأتريبيوتس أو المتغيرات بيكون قبلها برايفت. معنى برايفت إن ده خاص، يعني ما أقدرش خارج الكوز ده أعمل له كول، ما ينفعش أستدعي المتغير الخاص خارج الكلاس. طيب أي كلاس دايما يفضل تعمل له كونستراكتور. الكونستراكتور هو بيكون بابليك أول حاجة، وبيكون بنفس اسم الكلاس. الكونستراكتور من الاسم هو الباني أو المشيد. يعني الكونستراكتور بيستخدم عشان لما تيجي تنشئ أوبجكت أو لما تيجي تدخل بيانات ياخد القيم منك اللي هيحطها اللي هي القيم الأولية. يعني الكونستراكتور دوره إن أنا أنشئ صف أو أوبجكت مع تحديد القيم الانيشال او القيم الاوليه. فانا هعمل كونستراكتور ممكن تخلي القوس فاضي، ده بيسميه ده يسمى زيرو كونستراكتور. هقول له هنا ايه، اذا انا جيت انشئ عميل او انشئ حساب، اذا انا ما ارسلتش الرصيد هو يحط مكاني زيرو. يعني قلت له ان القيمه الافتراضيه للرصيد زيرو. ممكن اعمل كونستراكتور تاني، بس الفرق ان التاني هرسل له فاليو، الفاليو دي تسمى initial balance. طب ايه الفرق؟ الفرق ان القيمه ديت هي اللي هترسل او هي اللي هتتحط جوه البالانس. يعني الكونستراكتور الاولاني اذا انا ما حددتش القيمه هو هيحط قيمه زيرو. الكونستراكتور الثاني لا، انا اللي هقول له الرصيد يبدا بزيرو ولا ب70 ولا ب50 ولا ب1000. هعمل داله. طبعا الكونستراكتور غالبا بابليك، هعمل ميثود بقى. البابليك معناها شيء عام او جنرال تقدر تعمل له كول او استدعاء من اي مكان. عندي كمان ايه بابليك، عندي كمان ميثود نوعها دبل. نوعها دبل دي يعني باخد منها او بتعمل ريتيرن على دبل، اسمها جيت بالانس. جيت بالانس ميثود بتعمل ريتيرن، طالما الداله اولها كلمه جيت اذا هي فيها ريتيرن. ريتيرن يعني بترجع او بتديني الرصيد او البالانس. يعني انت لو عايز تستعلم عن رصيد العميل او الحساب في كام تستدعي او تسال داله اسمها جيت بالانس. اذا الميثود اللي اسمها جيت بالانس هتدي لك ما هي قيمه الرصيد الحالي. احنا كده عملنا كلاس اسمه بنك اكاونت، في متغير او فاريبل اسمه بالانس اللي هو الرصيد. الكونستراكتور الاولاني الهدف منه ان انا احدد الرصيد بزيرو اذا انا ما ادخلتش الرصيد. الكونستراكتور الثاني بحدد له القيمه الانيشال اذا انا عايز افتح الحساب بمبلغ معين. في داله اسمها جيت بالانس بترجع الرصيد. ممكن تضيف كمان دالتين، داله ايداع وداله سحب. هاجي اقول له بابليك فويد، فويد معناها داله ما بتعملش ريتير، ما بترجعش قيمه. داله اسمها ديبوزيت، الداله ديت بتاخد منك رقم، بتاخد متغير او قيمه اسمها اماونت. ده بتعمل ايه الداله ديت؟ الداله دي بتزيد على الرصيد، يعني داله ايداع. يعني الرصيد الجديد يساوي الرصيد السابق بلس الاماونت. يعني لو بعت 50 هيزيد على الرصيد 50، لو بعت 20 يزيد 20. يعني دي داله بتزيد على الرصيد مبلغ معين اللي هي داله الايداع. الداله الاخيره او الميثود الاخيره داله اسمها ويزرو. ويزدرو معناها دالة سحب، سحب يعني بتخصم من الرصيد. الرصيد الجديد ايكوال يساوي الرصيد الحالي ماينس طرح الأمام. كده انت عملت كلاس فيه فاريبل او اتريبيوت او صفة واحدة، وفيه مجموعة ميثودز دالة لارجاع الرصيد، دالة للايداع، دالة للسحب، وفي اتنين كونستراكتور. الكونستراكتور بيستخدم في لحظة انشاء الاوبجكت فقط. اول ما تخلص الكود تيجي تعمل كومباين، اذا الكود ما فيهوش اخطاء هيقول لك تحت هنا ايه، هيقول لك هنا لما ما فيهوش اخطاء دايما بيقول لك هنا كومبايلد نو سينتاكس ايرور.
يعني هو دايما كده، اذا الكود ما فيهوش اي اخطاء تحت بيقول لك كومبايل نو سينتاكس ايرور. خلصت الكلاس ده، يبقى انا كده عملت كلاس اسمه ايه؟ اسمه بنك اكونت، قلنا في صفه واحده وفي مجموعه من الميثود واثنين كونستراكت. طب انا هستفيد منه ايه بقى؟ هستفيد منه ان احنا عايزين نعمل كلاس تاني اسمه داتا سيت. الكلاس التاني هيستفيد من الاولاني ازاي؟ ان انا عايز ادخل مجموعه من العملاء واشوف مين فيهم اللي عنده رصيد اكبر، وارجع الشخص او الاوبجكت، يعني انا عايز احصل على الشخص اللي عنده رصيد اكبر في مجموعه من العملاء. وهنا الهدف من الكلاس الثاني اللي اسمه داتا سيت ان انا يكون عندي مجموعه من العملاء 1 2 3 4 5 ان شاء الله 10 20 دالت اد هي اللي بتضيف عميل، وبتضيف عميل يعني بتضيف عميل جديد مع رصيده. فانا هقارن الاولاني مع الثاني مع الثالث مع الرابع الى الاخير عشان احصل في الاخر على مين هو صاحب الرصيد الاعلى، او من هو الاوبجكت اللي عنده اعلى مبلغ مخزن في رصيده. يبقى ده كلاس اسمه داتا سيت، هو ليه هدفين، ان هو يجيب الرصيد الاعلى او يجيب الكائن او الشخص اللي عنده رصيد اعلى، وممكن استخدمه لو انا عايز اجيب الافرج. كويس، فعندنا كلاس جديد اسمه داتا سيت. اول حاجه انا بقارن بين مجموعه من العملاء عشان اجيب مين هو الاوبجكت او الشخص او الصف اللي عنده اعلى رصيد. طيب احنا محتاجين مجموعه من الفاريبل، في متغير اسمه سم، سم ده اللي هجمع فيه جميع الارصده عشان اما اكون عايز اجيب الايه الافر اللي هو المتوسط او المعدل. عندي متغير تاني خد بالك اسمه ماكسيمم، بس خد بالك من نوعه، نوعه بنك اكاونت، يعني انا عايز اجيب المبلغ الاعلى ولا عايز اجيب الكائن ذو المبلغ، انا عايز اجيب الصف المخزن فيه القيمه العليا. انا مش عايز اجيب القيمه العليا وبس، انا عايز اجيب الشخص، انا عايز اجيب الصف نفسه او الاوبجكت. فانا عندي متغير اسمه ماكسيمم من نوع بنك اكاونت، يعني هو كائن او اوبجكت، وعندي متغير اسمه كاونت اللي بيعد عدد العملاء اللي انا دخلته. ما انا هدخل 20 عميل 30 40 50 زي ما انا عايز. ايه الهدف من سام وكاونت؟ المعدل او المتوسط هو ايه؟ هو قسمه المجموع على العدد. منين بتحب تحسب الافرج ممكن تستفيد. في المثال ده مش مستفيدين حاجه من السام ولا من الكاونت، بس هنحتاج بعد شويه. الميثود الرئيسيه في الكلاس اسمها اد. ميثود اد ببعت لها حسابات عملاء او ببعت لها عملاء، ببعت لها اكس. اكس هو مين بقى؟ هو بنك اكاونت، يعني ببعت لها عميل. عميل يعني شخص عنده رصيد. فببدا اقول له ان المجموع بيساوي المجموع السابق زائد الشخص المرسل جيت بالانس رصيده، يعني رصيد الاولاني والثاني والثالث. يعني انت لو باعت مجموعه من العملاء، خد بالك معايا، انا عندي اساسا الجدول ده فاضل لسه. اكس هو مين؟ هو الاولاني. انا قمت باعت عميل رصيده 1000، فالداله اللي اسمها اجيت بالانس معناها روح هات لي ال1000، واجمعه على مين؟ على سم. سم اول مره اصلا بكام؟ بزيرو. وانت لما بتعرف متغير بيبدا بزيرو، اذا المجموع يساوي زيرو زائد 1000. طيب الكاونت بكام اصلا اول مره؟ بزيرو. انا ما عنديش ولا عميل اساسا، فالكاونت بزيرو. اذا كان كاونت بزيرو، اذا مين الكبير في دولت كلهم؟ هو ما دخلش الا واحد اصلا. طالما انت ما ادخلتش اي بيانات لسه، يبقى اول واحد داخل يعتبر هو الكبير. ما انا ما فيش بيانات دخلت قبل كده، فاللي دخل حاليا ده ابو 1000 يعتبر هو الماكس. يعني الماكس هو اكس، لان اكس اللي هو 1000 هو الوحيد اللي دخل. اذا كانت الكاونت بزيرو، اذا ما فيش حد دخل غير واحد بس، اذا الماكس هو اكس. طيب ده بالاور ديت سيبها خالص، ما انتش محتاجها دلوقتي. ثم الكاونت يزيد، الكاونت اصبح بكام؟ بواحد، ان انا دخلت عميل. طيب لو انا استدعيت الدال، كل ما تستدعيه وتبعت لها عميل تاني، واحد تاني 1500، كويس، المجموع يساوي المجموع السابق اللي هو كان 1000 و1500، اذا المجموع زاد ب 2500. نيجي بقى هنا، هل كاونت بزيرو؟ لا، الغي ده خالص. خلي بالك ان هو الكاونت بزيرو لا. طب دي ايه؟ دي معناها اور يعني خلاص، سيب ديت وروح للتانيه. ما اذا واحده من الاثنين تحققت ادخل في الاف.
ماكسيمم دوت جيت بالانس. مين هو الماكسيمم؟ هو الاولاني، الاولاني اللي هو كان داخل كان رصيده ب 1000، والتاني اللي دخل حاليا رصيده ب 1500. التاني دلوقتي اكس حاليا بقت هي التاني، اكس بتشير الى اللي لسه داخل. مين فيهم اللي رصيده اعلى؟ ابو 1500. اذا الكبير فيهم هو هيبقى مين؟ هو اكس الجديده، صح؟ يعني انت كل ما تدخل صف جديد يبقى هو الاكس، اكس هي الصف اللي لسه داخل حال يعني دلوقتي. والكاونت اصبح بكام؟ باتنين. يعني دلوقتي الكاونت اصبح باتنين، الكبير ب 1500 او هو الصف ابو 1500، والبالانس او التوتال ب 2500. جينا ايه؟ بعتنا اكس جديد، بعتنا واحد رصيده 1000، بلاش 2000، 1200، كويس. بعتنا اكس جديد، امال الاكس الاولاني خلاص راح، ما انت كل ما تبعت شخص يبقى هو الاكس. اكس الجديد ده المجموع يساوي صم السابق 1000 و1500 و1200 3700. هل كاونت بزيرو؟ لا. هل ماكسيمم؟ ماكسيمم اللي هو كان مين؟ دوت جيت بالانس. ماكسيمم دوت جيت بالانس، ماكسيمم ده يدل على صف او كائن عنده داله اسمها جيت بالانس. كام البالانس بتاع الماكس؟ الكبير في اللي فاتوا كان هو ابو 1500، اذا جيت بالانس هترجع لك الرصيد بتاع الصف الاكبر في اللي دخلوا قبل كده 1500. هل هو اقل من الجديد اللي داخل حالا اكس؟ اكس جيت بالانس اللي لسه داخل حالا رصيده ب 1200. طيب ابو 1200 ليس اكبر من ابو 1500، ده اقل من، اذا الشرط ده لا يتحقق. هو بيقول لك اذا كان الجديد اللي هو اكس رصيده اكبر من الكبير في اللي قبل كده، طب الجديد اصلا ب 1200 واللي قبل كده 1500، اذا يظل الكبير هو 1500. يعني انا بقارن الاول ثم بقارنه مع اللي دخل بعد منه، اجيب الكبير. كل ما تدخل واحد جديد تقارن الاكبر في السابقين مع اللي داخل الجديد. اذا كان الجديد اللي هو لسه داخل حاله اللي هو مين بقى؟ اللي هو اكس. اذا كان ده اكبر يبقى الماكس هو ده، بس ده مش الكبير، الكبير يظل كما هو على ابو 1500. يعني انا هنا الهدف ان انا اجمع الارصده واعد العملاء، يعني الكاونت بيزيد كل ما بتضيف واحد جديد، وبتقارن رصيد الشخص اللي دخل حالا مع الكبير في اللي قبل كده. اذا الجديد اللي داخل اللي هو اكس، اكس خلي بالك تشير الى الصف الجديد مش السابقين، السابقين راحوا خلاص. اذا الجديد جيت بالانس استدعاء لداله بتجيب رصيده، اذا رصيد الجديد اكبر من رصيد الماكس السابق يبقى انا ظهر لي واحد اكبر في الرصيد غير الاكبر السابق، خلاص. يبقى انت الهدف من الداله اللي اسمها اد جمع الارصده، اعد العملاء او كم مره انا استدعيت الاد، يعني كم مره ارسلت بيانات، كم مره قارنت عملاء. والهدف من الاف تحديد الاوبجكت او الصف اللي عنده اعلى بالانس. اكس او ماكسيمم هو اوبجكت، فالاوبجكت يقدر يستدعي داله عن طريق دوت. دوت دي معناه ايه؟ روح نفذ داله او استدعي او اعمل كول على داله اسمها جيت بالانس عند الاوبجكت اللي اسمه ماكس او الاكس. جيت بالانس هات الرصيد للاكس وقارنه مع رصيد يعني انت بتقارن الاولاني مع الثاني، الكبير فيهم قارنه مع الثالث، ثم الكبير في الثلاثة قارنه مع الرابع، ثم الكبير في الأربعة قارنه مع الخامس. يعني اللي بيدخل بيقارن مع أكبر واحد في السابقين، أنا مش بقارنهم كلهم مع بعض بنفس الوقت، أنا بقارن اتنين بس، الأول مع نفسه ثم الأول مع الثاني، جبت واحد ثم الكبير من الاثنين مع الثالث ثم الكبير من الثلاثة مع الرابع وهكذا. في دالة اسمها جيت ماكسيمم، دي ميثود بتعمل ريتيرن على الماكس. اللي هو ايه بقى الماكس ده؟ اللي هو الصف اللي فيه الاوبجكت الاكبر. يعني دي داله بترجع لك عميل، مش بترجع لك رصيد بس، لا بترجع لك صف او كائن او اوبجكت، والكائن ده اصلا عنده رصيد، هي بتديني الكائن كله على بعضه، بس انا عن طريق مش هو عنده داله اسمها جيت بالانس. لما انا ممكن اما اجي اقول له ماكسيمم دوت جيت بالانس اقدر اقول لك رصيد الشخص ده كام. يعني انت خد بالك الدالة اللي اسمها جيت ماكسيمم مش بترجع الرصيد، بترجع الشخص نفسه الكائن نفسه، وفيما بعد انا ممكن استدعي دالة اسمها جيت بالانس اذا انا عايز. يبقى داتا سيت كلاس
الهدف منه فيما بعد ارسل له عملاء يقارن بينهم يديني الشخص الاكبر، ولما يديني الشخص الاكبر اقدر انا استدعي ده اللي اسمها جيت بالانس، اعرف الرصيد بتاع الشخص الايه الاكبر. طبعا ده كلاس، عشان نعمل حاجه زي كده احنا محتاجين نعمل كلاس اسمه الداتا سيت. بعمل له كوبي كده، اروح هنا اقول له نيو كلاس، الكلاس اسمه داتا سيت، بيعمل لك دبل كليك. عايز تكتب الكود تكتبه او زي كده. يبقى انا عندي كلاس اسمه داتا سيت، الكلاس فيه برايفت متغير اسمه سم، ومتغير اسمه ماكسيمم، ومتغير اسمه كاونت، وميثود اسمها اد. الاد بتجمع ارصدة العملاء وبتقارن ما بينهم عشان تجيب الاكبر، وبتعد كام واحد دخلوا او كام عميل انا بقارن بينهم. وفي دالة تانية اسمها جيت ماكسيمم، بترجع لي الصف او الاوبجكت او الشخص او الحساب الاعلى من حيث الرصيد. تقول له كومبايل. دايما دايما لما تيجي تعمل كومبايل لازم تتاكد من كلمه كلاس كومبايل دي نو سينتاكس ايرور، اذا في اخطاء لا مش هينفع. خلاص كده انا عندي كلاسين، الكلاس اللي اسمه داتا سيت بياخد عملاء يقارن بينهم ويجيب الاكبر. انا عايز بقى استفيد من ده واعمل كلاس، اعمل بي تيست. هاجي اقول له كده نيو، واعمل كلاس اسمه تيست مثلا زي كده، واقول له هنا ايه اوكي. هنا الكلاس اللي عملناه اللي اسمه تيست ده كلاس انا عايز اعمل تيست على الكود ده انا عملته. اي كلاس هدفه انك تعمل بي تيست او تختبر الكود، الكلاس ده لابد يحتوي على داله بابليك ستاتيك void main. دالة المين هي الدالة الرئيسية اللي بقدر أعمل بها تيست على أي كلاس. string args هي ثابتة زي كده، string args أي برنامج عايز تعمل له تيست لازم تكتب دالة اسمها مين. طيب أنا عندي كلاس اسمه الداتا سيت، إذا أنا جيت عرفت منه أوبجيكت، يعني إيه أتعرف أوبجيكت؟ يعني قلت له إنشئ اللي كاين اسمه مثلا بنك تيست مثلا، هاجي أقول له يساوي نيو. أما تيجي تنشئ أوبجيكت بتكتب اسم الكلاس، اسم المتغير يساوي نيو اسم الكلاس. كده أنت أنشأت أوبجيكت من كلاس اسمه داتا سيت. الداتا سيت ده الأوبجيكت اسمه بنك تيست. بنك تيست هنا باخد بالك دوت، في دالة اسمها اد، اهي دالة اد ديت هي اللي ببعت لها العملاء، يعني دالة اد زي دي ابعت لها اكونت حسابات عملاء. ازاي؟ تيجي تقول له انت هتبعت لها عملاء صح؟ فتيجي تبعت عملاء ازاي؟ تقول له هنا في القوس نيو بانك اكونت، انا بعت لك عميل رصيده 2000، كده انت بعت عميل. تبعت كم مره؟ ان شاء الله 20 30 زي ما انت عايز، يعني عن طريق دالة اد. دالة اد تاخد منك وتنشئ عملاء وتقارن ما بينهم وتجيب العدد وكل حاجه. خلاص 3000 مثلا. طيب لو انت جيت قلت له بقى ايه سيستم، انا عايز اطبع الاكبر في سيستم دوت اوت دوت، قلنا ده الامر الطباعه في الجافا سيستم اوت، في داله اسمها برنت لين بتطبع وتنزل سطر. انت عايز تجيب الرصيد الاعلى. طيب ما هو الاوبجكت اللي اسمه بانك تيست عنده داله اسمها جيت ماكسيمم. جيت ماكسيمم بتعمل ايه؟ جيت ماكسيمم بترجع لك الصف ولا بترجع لك المبلغ؟ لا بترجع لك الصف، يعني ايه هترجع لي مين هو الكائن اللي عنده الرصيد الاعلى. كويس، بس انا مش عايز الكائن، انا عايز الرصيد نفسه. اقول له دوت مره تانية جيت بالانس، يعني انا استدعيت داله اسمها جيت ماكسيمم عشان اجيب ايه؟ عشان اجيب الشخص او الكائن. ثم لما جبت الكائن من الثلاثه قلت له دوت جيت بالانس، يعني انا عملت كولنج مرتين جيت ماكسيمم عشان اجيب من الداتا سيت او من الثلاثه عملاء الكائن او الصف. ثم الصف ده عنده مجموعه من الميثود او مجموعه من الفاريبل، قلت له دوت جيت بالانس هات رصيد الشخص الاعلى.
لما تيجي تعمل تيست تقول له كومباين لازم برضه ما يقولكش في اخطاء. هنا قال لك ايه الميثود اللي اسمها جيت بالانس غير موجوده. ليه بقى جيت بالانس ناقص ان زي كده؟ تيجي تعمل كومباين مره تانية قال لك نو ايرور، تعمل كلوز، تيجي بقى تشغله تقول له كليك يمين فويد مين. فويد مين هيشغل لك الرصيد اعلى 3000 فعلا، لان الاعلى فيهم هو كام؟ 3000. بس احنا عملنا كلاس اسمه بنك الهدف منه ادخل عملاء، ثم كلاس اسمه داتا سيت هو اللي ياخد العملاء ويقارن بينهم، ثم عن طريق الكلاس اللي اسمه داتا سيت استدعيت داله اسمها جيت ماكسيمم تجيب لي الكائن. خد بالك الكائن دي معناها صف. صف يعني ايه؟ صف يعني شخص كامل بجميع محتوياته. يعني ممكن يكون الشخص ده عنده رصيد واسمه وعنوان وراتب، انا جبت الشخص دي الداله اللي اسمها جيت ماكسيمم جابت الصف، ثم عن طريق جيت بالانس روحت الرصيد. يعني انا جبت الرصيد كجزء لكائن، فالداله اللي اسمها جيت ماكسيمم بتجيب الكائن كله وليست القيمه. جيت بالانس بقى عند الكائن ده او عند العميل جابت لي ايه؟ القيمة الأعلى أو آسف الرصيد المخزن في الشخص اللي احنا حصلنا ايه عليه. ممكن نعيد نفس الحركة ان احنا ندخل بيانات ونطلع الأكبر مع كلاس اسمه كوين. كوين ده اللي هي العملة، يعني انت عندك مجموعة من العملات المعدنية أو الورق. عايز انا معايا خمس ست ورقات عملة، عايز اجيب الورقة اللي القيمة بتاعتها أعلى، يعني ورقة بمية ريال بميتين بخمسمية بعشر ريال زي كده. نفس الفكرة، يعني أنا عندي كلاس اسمه كوين، الكوين ده فيه دبل فاليو اللي هي القيمة اللي موجودة على الورقة والنيم اللي هو اسم الورقة خلاص، وفي كونستراكتور ببعت له اسم الورقة والقيمة، وفي دالة اسمها جيت فاليو بتعمل لك ريتيرن على القيمة المخزنة أو الموجودة على الورقة. احنا ممكن نعمل كلاس اسمه كوين، كوين يعني عملة، العملة ديت لها اسم ولها فاليو، يعني لها ربع مثلا ريال نص ريال زي كده. فعندنا كلاس اسمه كوين نفس الفكره بالظبط، وانا عايز اجيب الورقه اللي لها رصيد او لها مبلغ او لها قيمه اعلى. نفس الفكره وانت عايز تعملها ممكن نيجي نعمل كلاس اسمه كوين زي كده. لو قلت له هنا نيو كلاس، كلاس اسمه كوين، ادي الكلاسه، تقوم ضغط مرتين. طبعا ده كله كومنتس ممكن تشيله وعايز تخليه خليه. انا عندي في الكوين متغيرين، في برايفت انتجر متغير، بلاش انتجر خلاها دبل لان العملة لها ارقام عشرية فاليو، ومتغير تاني برضو هنا اد برايفت سترينج نيم، نيم اللي هو اسم العملة. الكونستراكتور ده، الكونستراكتور دايما بيكون بابليك اسم الكلاس. انا هبعت لي حاجتين، دبل هبعت لي قيمة للعملة دي مثلا، أي أسماء بس أهم حاجة النوع والسترنج إن. هو الهدف من الكونستراكتور إيه؟ القيمة الدبل بتروح للفاليو، يعني الفاليو تساوي دي، والنيم يساوي إن. يعني هقول له أنشئ عملة أو أوبجكت يدل على عملة بخمس بنص ريال مثلا، وحط لها أي اسم. طيب وعندنا ميثود اسمها بابليك ميثود نوعها دبل اسمها جيت فاليو. الميثود دي بتعمل لك ريتيرن على القيمه الموجوده على العمله المعدنيه او العمله الورقيه، يعني دي داله بتعمل ريتيرن يعني بترجع الفاليو. كويس، عملنا كلاس دلوقتي اسمه ايه؟ كلاس اسمه كوين. برضه كومبايل لازم تتاكد ان الكود ما فيهوش اخطاء عن طريق الرساله او المسج دي. كلوز. الكلاس ده ممكن استفيد منه ازاي؟ لو رحت في الكلاس اللي اسمه داتا سيت، داتا سيت ممكن اعمل واحد زيه. خد بالك انا ممكن اعمل كلاس تاني اسمه داتا سيت 2. خد بالك من المشكله اللي هتحصل دلوقتي. الكلاس الجديد ده داتا سيت 2 هو بدل ما يشتغل على بنك اكونت اشتغل على كوين. وهنا الميثود اللي اسمها اد هي هتاخد كو، يعني هي هتاخد عملات وتقارن ما بينهم وتجيب لك العملة أو الورقة اللي عليها فاليو أو قيمة أكبر. ما هو نفس الفكرة، إيه اللي اختلف؟ اللي اختلف هنا كلمة فاليو بدل كلمة بالانس. بس ممكن نضيف
طبعا الداله اللي اسمها جيت ماكسيمم هترجع لك الاوبجكت او الكائن اللي يدل على العمله ذات القيمه الاكبر. ممكن نزود هنا ميثود كمان بابليك ميثود نوعها دبل اسمها جيت افريج. جيت افريج دي بتجيب لك متوسط العملات المخزنه. جيت افريج بتعمل ايه؟ انا دخلت كام عمله، واحده ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه على حسب. فانا هاجي اقول من ايه اف اذا كان الكاونت يساوي زيرو. الكاونت لو بزيرو يبقى انت ما دخلتش ولا عمله، يبقى ريتيرن زيرو، ما فيش متوسط اصلا، صح؟ إلس إلس معناها ان انت دخلت اكتر من عمله او الكاونت لا يساوي زيرو، اذا المتوسط هيكون سم قسمه الكاونت. يعني اذا كان في عملات دخلت، وامتى يدخل جوه الالس؟ يدخل في الالس اذا الكاونت لا يساوي زيرو. وامتى الكاونت لا يساوي زيرو؟ اذا انا عندي اكتر من عمله بعتهم الى الاد. يعني اد بتاخد منك عملات، اد بتاخد منك ايه؟ عملات. فالجيت افريج تجيب متوسط المجموع على العدد اذا في عملات. واذا الكاونت بزيرو، يعني انا ما دخلتش ولا كاونت ولا عمله ولا كوين، يرجع زيرو. انا عملت كلاس يقارن بين مجموعه من العملات ويجيب لك العمله او الورقه او الكائن او الصف اللي عنده القيمه الاعلى من حيث الفاليو، وده اللي اسمها جيت افريج، بترجع لك متوسط. كومبايل قال لك ان الميثود اسمها جيت بالانس غلط، طبعا دي اسمها جيت فاليو. الميثود اسمها جيت فاليو برضه قال لك نو ايرور. لو انا عايز اجرب ده، انا عندي كلاس اسمه في داتا ست اتنين وكوين، ده بيجيب المتوسط والاعلى في كل العمله، ده بيجيب المتوسط الاعلى اسف في كل الحسابات. التست ممكن اخلي ده يشتغل، يعني ممكن اعمل نفس الفكره كده، اقول له هنا بعد ما خلصت العمله اشتغل داتا ست اتنين، اشتغل على كوين تيست، اشتغل على ايه؟ كوين، على عملات. لما تيجي بقى تضيف، انت تقول له كوين تيست اوبجكت دوت اد، هتضيف عملات، صح؟ العمله بقى محتاج، انا باجي اقول له نيو كوين، انت ضيف عمله، صح؟ ضيف عمله، مش ضيف بنك اكونت، انا عمال اضيف عملات. العمله محتاجه حاجتين، محتاجه فاليو، الفاليو اللي انت عايز تحطها ثم اسم، صح؟ محتاجه فاليو. الفاليو ممكن نحط هنا اي فاليو، يعني مثلا عندنا انواع عملات معدنيه، مثلا في عمله اسمها دايم، دايم دي معناها 10 سنت، 10 سنت يعني واحد من 10. ممكن عندنا في مثلا في برضه كوارتر، كوارتر يعني 25 اللي هو ربع كوارتر. دايم دي برضه كلمه سترينج. ما هي العمله لها حاجتين، لها فاليو ولها اسم. في عملة تالتة مثلا عملة خمسة من مية، خمسة من مية ديت عملات حسب ما انت عارف اسمها، مثلا نيكل زي كده. انت عندك تلات انواع من العملات، خلاص. طب الاكبر فيهم بالشكل هي كام؟ هي 25 سنت، يعني ديت 10 سنت 25 5 سنت. والكوين تيست اللي هي بتقارن ما بين التلات عملات، هتجيب لك الصف الاعلى اللي هو ده، ثم جيت بالانس، لا هنخليها جيت فاليو، هات الفاليو، صح؟ طب لو انت عايز تجيب المتوسط بتاع التلاته برضه، لما انا عندنا الكوين تيست في ميثود عند اسمها جيت افريج، الكوين تيست عند اللي اسمها جيت افريج، ده اللي اسمها جيت افريج، بتجيب لك المتوسط للتلات عملات اللي انت ادخلته. لما تيجي تعمل كومباين هنا، طبعا المفروض بحط نيو تيست 2، صح؟ اسم الكلاس على الشمال وبعد كلمه نيو، كومبايل كلوز. تيجي تعمل تيست لده هيجيب لك ايه؟ خد بالك، هيجيب لك ان التلات عملات، ان العمله للاسف ان رقم الحساب الاكبر هو كام؟ 3000. واحد يقول لي ما في فوق 3000، لا ده النتيجه السابقه. قبل ما تيجي تعمل دايما اعمل كلير وتعالى شغل تاني عشان يمسح لك. ادي التيست الجديد تاني، هو كان
جاب لك الرصيد الأعلى 3000، وجاب لك العملة الأعلى، وجاب لك متوسط الثلاث عملات. ما هو الثلاث عملات لما تجمعهم فعلا هما كام عملة هنا؟ 10 و15 و5، 40 على كام؟ على العدد، على 3 تطلع ب 13، صح؟ يعني هو دلوقتي لما شغلته فعلا جمع الثلاثة وقسم على العدد وجاب لك المتوسط. يعني احنا دلوقتي عملنا كلاس كوين وكلاس اسمه داتا سيت 2، وبنك اكاونت وداتا سيت، والتيست بيعمل تيست على الاثنين. هنا في فكرة ممكن نستفيد منها ونعمل حاجة اسمها ريوزنج، إعادة استخدام الكود أو الاستفادة من الايه البرمجة، بدل داتا سيت، بدل ما نعمل اتنين، عشان احنا عاملين كام داتا سيت؟ اتنين. افرض احنا اشتغلنا على بنك اكاونت عملنا له داتا سيت، ولو اشتغلنا على عملة عملنا لها داتا سيت، ولو اشتغلنا على مستطيل أو مثلثات أو موظفين، احنا محتاجين لكل كلاس واحد داتا سيت. اما احنا ممكن نعمل كلاس واحد داتا سيت واحد بس، وبدل ما نقول له، خد بالك، بدل ما نقول له بنك اكاونت، يعني بدل الداتا سيت ما يشتغل على عملاء، يشتغل على اي حاجه. يعني ممكن اخلي ديت بدل بنك اكاونت اخليها ايه؟ اخليها حاجه اسمها ميجر مثلا، او اخليها اكس او اي غيره. المهم ان معنى الكلام ده ان انا مش عايز الداتا سيت يشتغل فقط على عملة ولا على كوي، على اي حاجة معروفة، انا عايز احددها فيما بعد. فبنعمل دي ازاي بقى؟ هناخد بقى حاجة جديدة، هنيجي نعمل حاجة اسمها نيو انترفيس. نيو انترفيس في حاجة اسمها ميجرابل. الانترفيس خد بالك بيختلف شوية، الانترفيس غير الكلاس. الانترفيس بيكون مكتوب عليه كلمة انترفيس من فوق، ده استيريو تايب او ده مسمى او رمز بتاعه. الانترفيس ما بيكونش فيه اكواد، يعني الكود بتاعه قليل جدا، بيكون بابليك انترفيس اسم الانترفيس. الانترفيس ده واجهة او شيء عام هخليه هو اللي يحدد انا عايز ابعت ايه. يعني هيبقى عندي هنا بابليك ميثود اسمها جيت ميجر، الدالة اللي اسمها جيت ميجر، ميجر معناها قياس. جيت ميجر دي داله بتعمل لي ريتيرن، انا عايز اقول له هات الاكبر ما بين حسابات او ما بين كوينز او ما بين موظفين او عملاء. فانا عملت انترفيس، الانترفيس اسمه ميجرابل، كويس؟ خد بالك هو لسه ما تفهمش شويه. الانترفيس ده فيه ميثود واحده بس، هل ينفع في الانترفيس افتح كده للداله واكتب لها كود؟ غلط. اي داله في الانترفيس ما ينفعش اكتب لها كود، بحط هنا سيمي كله. دي تسمى ابستراكت ميثود. معنى ابستراكت ميثود ان هي ميثود داله بلا كود، داله بلا كود، كويس؟ وما ينفعش اقول له انتجر اكس، ما ينفعش اعرف فيه متغيرات. اذا عرفت متغير لابد احط قبل منه استاتيك فاين، يعني هو خلي دي بعدين، هو دلوقتي المتغيرات مش مهم قوي. انا عملت انترفيس، الانترفيس ما بيحتويش على اتريبيوتس، ممكن تحط فيه فاريبل تكتب قبلها بابليك ستاتيك فاينل، يعني متغيرات ثابته والدوال بلا كود. طب انا استفدت ايه؟ جيت ميجر ميثود بشكل عام هي اللي هتقول ان انا هبعت عملاء، حسابات عملاء ولا كوين، يعني انا هخلي الكلام عام. طب انا هستفيد من ده ايه؟ الكلاس اللي انت عملته ده تروح للكلاس اللي اسمه بنك، الكلاس اللي اسمه بنك اكاونت. الكلاس ده انا عايزه يستفيد من الانترفيس. فوق كده في اول سطر في كلمه اسمها امبلمنتس. كلمه امبلمنتس ميجرابل معناها ان الكلاس ده اخذ الصفات اللي موجوده او الدوال اللي موجوده في الانترفيس. الكلاس خليته كلمه امبلمنت غير اكستند. اكستند في البارت الاول معناها كلاس، يرث من كلاس. كلمة implementes معناها ان الكلاس اللي اسمه بانك اكونت شاف مميزات وصفات الانترفيس. طب هو الانترفيس ايه الميزة اللي فيه؟ الانترفيس فيه ميثود هي بلا كود، الكلاس هو اللي عليه الدور ان يكتب لها كود. يعني الكلاس اللي اسمه بانك اكونت بياخد صفات ومميزات الانترفيس، وبعدين يعني الكلاس ده
المفروض هو اللي يكتب كود الدل. كود الدل. طب دلت جيت ميجر بتعمل ايه؟ جيت ميجر بتعمل ريتيرن البالانس. دلت جيت ميجر بتعمل ريتيرن البالانس. يعني انا عملت ميثود في الـ في الـ في الانترفيس بلا كود. الكلاس اللي استفاد، خد بالك، اللي استفاد من الانترفيس هو المكلف بكتابة كود للدل. تاني، اي دلة في الانترفيس بلا كود، امال ده اسمه ايه؟ ده اسمه الهيدر او رأس الدلة. ولما يكون الدالة ملهاش كود تسمى abstract method. بس أي كلاس هيستفيد من الانترفيس لابد هو يكتب كود للدالة. يعني الكلاس اللي اسمه bank account لازم أكتب فيه كود الدالة. أنا كده ما عندش محتاج الدالة اللي اسمها get balance، ما أناش محتاجها في حاجة. ما أنا عندي دالة اسمها get measure بتقوم بنفس الدور. نيجي نعمل كومبايل. كويس، يبقى احنا عملنا انترفيس. خد بالك ان الكلاس لما بياخد من الانترفيس هتلاقي هنا ايه؟ رأس المثلث اللي قدامك ديت، دي معناه ان ده كلاس ياخد صفات وادوات الانترفيس. نفس الفكرة هعملها مع الكوين. الكوين ده انا عايز اقول ان الكوين ياخد نفس صفات الانترفيس او ياخد نفس الدوائر. هروح في الكوين واقول له فوق اول سطر implements measurable. طب وبعدين الدالة اللي اسمها get value شيلها واعمل دالة اسمها get measure. get measure دالة بترجع لك ال value او قيمة العملة. combine. طيب برايفت double value دالة ديت get measure. الكلاس خلصنا، نيجي نعمل combine. يبقى احنا خد بالك الكلاس اللي اسمه coin دالة get measure بدل get value بتعمل return على ال value، لان جيت ميجر موجوده في الانترفيس. فالكلاس اللي بيعمل امبلمنتس او بيستفيد من الانترفيس لابد يكتب لها كود. يبقى الانترفيس ما هو الا واجهه او شيء جنرال بحدد فيه واجهه او انترفيس كده، حتى واضح من اسمه. يبقى الكوين هو والبنك اكاونت الاثنين بيستفيدوا من ايه بقى؟ الاثنين بيستفيدوا من الانترفيس. بس في ميزه بقى كده، ان الكوين او البنك اكاونت اصبحوا عندهم دالة واحدة اسمها جيت ميجر. جيت ميجر اللي في البنك اكاونت بترجع الرصيد، جيت ميجر اللي في الكوين بترجع الفاليو. كده بقى انا ممكن اعمل داتا سيت واحد بس، داتا سيت واحد بس. كويس، طب ايه الفرق؟ انا ممكن الغي ده او ده، هلغي داتا سيت، هلغي واحد منهم. خلي بال انا ما عدتش محتاج الاثنين، هلغي واحد بس، هلغي ده مثلا، اقول له مثلا كده ايه ريمو، وهاجي على اللي اسمه داتا سيت 2. خلاص ايا كان ممكن حتى اغير اسمه. خد بالك بقى اللي هيحصل معايا، بدل ما كنت بشتغل على كوين، خد بالك هشتغل على ايه؟ الانترفيس اسمه ميجرابل. كويس، دي يعني ايه؟ يعني انا بقول له ان انت هتجيب الاكبر ما بين اما كوينز او بنك اكاونت. يعني خليت العمليه كده مفتوحه. خلاص، تاني حاجة get value هتبقى get measure. get measure ربما تكون رصيد، وربما تكون get measure ده اللي بتجيب إذا كان المرسل إلى الدالة add هو عميل هتجيب الأكبر في العملة، إذا كان المرسل coin هتجيب الأكبر في الكوين. يعني أنا خليت إن الكلاس اللي اسمه data set ما يشتغلش على حاجة معروفة، يشتغل على حاجة in general. خلاص، والدالة اللي اسمها هيجيت ميجر ما بتجيبش الفاليو، بتجيب الفاليو او الرصيد، الفاليو او الرصيد. خلاص، والدالة اللي اسمها هيجيت ماكسيمم مش بترجع الصف الاعلى من حيث العملة او الرصيد، بترجع الصف الاعلى من حيث المرسل للاد. انا كده خليت ايه؟ خليت العملية كلها ايه؟ جنرال. يعني الكلاس دلوقتي اللي اسمه داتا سيت اصبح بيجمع ويجيب العدد للأوبجكتس المرسلة إلى الآد. بس المرسلة إلى الآد لو خدت بالك هي مش بالضرورة تبقى عملة أو بنك أكاونت، هي أحد الاتنين. يعني أنا قلت له هنا إيه؟ إن أنا عايز أجيب الأكبر اللي نوعه ميجرابل. حسب الميجرابل المرسلة، يعني ممكن يكون المرسل ممكن يكون كوين وممكن يكون أكاونت عميل. أي كلاس بيعمل إمبلمنتس أو بيستفيد من الإنترفيس الداتا سيت بيشتغل عليه،
وهو هنا بيجي والداله اللي اسمها جيت ميجر. جيت ميجر بتجيب الفاليو او بتجيب الرصيد حسب المورس، يعني كل ده حسب مين؟ حسب الاكس. يعني انت لو بعت له عملاء يجيب لك الاكبر في العملاء، بعت له حسابات يجيب لك الاعلى في الحسابات او في الارصده. والداله اللي اسمها جيت ماكسيمم بترجع لك العميل او الكوين او الاوبجكت منهم اللي عنده الرصيد او الفاليو الاعلى. جيت افريج بتجيب لك المتوسط لهم. يبقى انا خليت الكلاس اللي اسمه الداتا سيت، شلت كوين او بنك اكونت، خليته اشتغل بشكل عام. لما تروح بقى ايه، شوف بقى هنا بقى الفرق. لما تروح لكلاس اسمه تيست، خد بالك التيست حاليا هيشتغل على ايه؟ الداتا سيت. داتا سيت لو انا ضفت هنا عملاء داله الاد، ضفت عملاء صح؟ مش انت هنا قلت له نيو اكونت، نيو بنك اكونت، اذا هو بيجيب الاكبر في العملاء. لو انا جيت مره تانية شلت اتنين دول، قلت له داتا سيت وبعت له كوين، يشتغل على الكوين. يعني هو هيشتغل حسب ده. اللي في الكوز بتاع نيو بتاع الاد هو الاكس. الاكس اذا كان نيو بنك اكونت يبقى انا عايز اجيب الاكبر من حسابات العملاء، كويس. واذا انا قلت له نيو كوين يبقى انا عايز اجيب الاكبر من حيث العملات. يعني انت خليت الكلاس اللي اسمه داتا سيت قابل ان يقبل كوين وقابل ان يقبل بنك اكونت. ما هو انت لما بتبعت انترفيس، لما بتبعت انترفيس انا بعت متغير من الانترفيس اللي اسمه ميجرابل. الانترفيس ده خلي بالك بيورث صفاته الى الكوين والبنك اكونت. لما تبعت ميجرابل الى الكلاس داتا سيت، اذا هو هيكون يا بنك اكونت يا كوين. يعني انت تقدر تبعت للداتا سيت حاجه من اتنين، اما عميل واما كوين. ما اقدرش ابعت ميجرابل. الميجرابل ده انترفيس، الانترفيس ما عندوش خصائص، اما هوش اوبجكت. انا لما ببعت ميجرابل اقصد بيها كلاس من اللي ورثوا صفات الانترفيس. يعني الانترفيس اداني اوبشن ان انا اقدر ابعت حاجات جنرال، اقدر ابعت حاجات عامه. خد بالك من الميزه، الانترفيس سمح لك انك تبعت فاريبل من كائنات او من كلاسات. لما بتقول نيو، اذا قلت نيو بنك يبقى انت بتتكلم على عملاء. يعني لو ركزت شويه، ايه اللي هيعود على ميجرابل؟ حسب الاد. اذا انا جيت في الكلاس اللي اسمه تيست وقلت له هنا نيو بنك اكاونت، اذا ده الميجرابل تم استبداله واتحط مكانه عميل. اذا انا جيت مره تانية بعت له بدل بنك اكاونت قلت له نيو كوين، اذا انا استبدلت وحطيت كوين، يعني اصبح الداتا سيت قابل للتغيير في اي لحظه ان يقبل منك اكاونت عميل بنك او ايه او كوين. اي كلاس يرث ويستفيد من الانترفيس تقدر تستبدله مكان الميجرابل، خلاص. يبقى انا استفدت من الفكره ان انا عملت ريوزنج للانترفيس ووفرت الكلاسات وعملت كلاس واحد بس اسمه داتا سيت، استخدمته مره عشان اجيب العميل اللي عنده الرصيد الاعلى، واستخدمته مره عشان اجيب العمله اللي عندها القيمه الاعلى، ثم اجيب المتوسط ايه. وخد بالك بقى احنا هنيجي نشتغل على داله اسمها جيت ميجر. بدل داله جيت بالانس هيبقى عندنا داله اسمها جيت ميجر. قلنا داله جيت ميجر اللي هي بتجيب الفاليو او الرصيد، اذا كان عميل جيت ميجر بتجيب الرصيد، اذا كان كوين جيت ميجر بتجيب لك الايه، بتجيب لك الفاليو قيمه العمله. لما تيجي تعمل كومبايل وتيجي تعمل كلوز وتيجي تعمل مره ثانيه، كليك يمين هنا فويد مين، اوكي، جاب لك النتيجه. طب هو جاب النتيجه مكرره؟ لا، ما احنا قلنا لازم نعمل كلير دايما عشان يمسح لك لما تيجي تعمل تيست. يعني لما اجي قبل ما اشتغله ممكن اجي اقول له هنا ايه عشان تبان الرساله، اقول له هنا ايه ان مثلا هنا ايه الماكس اكاونت، عشان تبان الرساله ان في ان اللي هيطلع ده اللي هو العميل. ثم اجي اقول له هنا ايه الماكس مسج عشان اقول له ماكس كوي، دي مسج توضيحيه بقول له ان الماكس كوين هو كذا. ممكن اقول هنا كمان ان الافريج اوف كوينز مثلا متوسط العملات
يعني الرسائل اللي بتتحط هنا عشان توضح العملية بتتم ازاي. كليك يمين كده void main، قالك ان اعلى عميل هو هنا كام؟ 3000، اعلى عملة 25 سنت، متوسط العملات 13 من ايه؟ من مين. احنا استفدنا من فكرة ان الانترفيس اقدر اخليه لما يتبعت ياخد كوين او ياخد بنك اكاونت. احنا هنا احنا عايزين نوصل الى فكرة حاجة اسمها ريوزنج. ريوزنج يعني الاستفادة من البرمجة ان انا قاعد استخدام. يعني احنا ان هي قلنا هنيجي نعمل انترفيس ونخليهم كلهم يبقى عندهم دالة اسمها جيت ميجر. جيت ميجر اذا كان عميل هتجيب لك الرصيد، اذا كان عملة هتجيب لك الفاليو، اذا كان في موظف تجيب لك الراتب، اذا كان طالب تجيب لك الجري. يعني جيت ميجر اصبحت بتشتغل بشكل جنرال، تجيب لك الاعلى او الفاليو شخص او عميل، بقت حاجة عامة. والكود كله استبدلت جيت بالانس او جيت فاليو وخليتها جيت ميجر. والاكس هنا هو الشخص المرسل او العميل المرسل او العملة المرسلة، خليتها شيء جنرال. مين هو الاكس؟ الاكس هو اي كلاس بيستفيد من الانترفيس اللي اسمه ميجرابل. يعني انا عملت انترفيس خليته هو الشيء العام، تبعت كوين يبقى الاكس، يبقى الميجرابل اصبح عملة، اذا بعت عميل اصبح عميل. فانا خليت الكود عام. يعني هنا بقول لك ايه، what is the type of the variable x؟ x تعود على اي كلاس بيستخدم جيت ميجر الموجوده في الانترفيس. والانترفيس بيتعمل ازاي؟ بابليك انترفيس اسم الانترفيس. الانترفيس قلنا ما بيكونش فيه كود للدوال، بيكون فيه فقط ليست هيدر او رؤوس الدوال، وما بيكونش فيه كود للداله. اوعى في الانترفيس تفتح اقواس للداله او للمش وتكتب لها كود، خلاص. والطريقه بتاعته كده، بابليك انترفيس اسمه 2 كيرلي ثم الميثود سيجنتشر. السيجنتشر يعني راس الداله، زي كده دبل جيت ميجر مثلا. الانترفيس نظري بقى، قال لك الانترفيس سيميلر شبه الكلاس ولكنه عنده بعض الاختلافات. قال لك اول ميثود، كل الدوال في الانترفيس نوعها بتكون ابستراكت. ابستراكت يعني ملهاش امبلمنتيشن. يعني ايه ملهاش امبلمنتيشن؟ يعني ملهاش كود. امال اكتب الكود بتاعها فين؟ مش في كلاس هيستفيد من الانترفيس؟ هو ده الكلاس اللي بكتب فيه كود الداله. يعني انت بتعمل فيه حاجه عامه، والكلاسز التي تستفيد من الانترفيس كل واحد بيعيد صياغه او تشكيل الداله اللي خدها من الانترفيس حسب ما هو عايز. الانترفيس كمان قال لك لا يحتوي على انستانس، يعني ما فيهوش متغيرات عاديه. اذا في متغيرات بتكون بابليك ستاتيك فاينل، تبقى كلها متغيرات ثابته قيمتها لا تغير. فاحنا جينا عملنا كلاس اللي اسمه الداتا سيت، خلينا يشتغل بشكل جنرال على حاجه اسمها ميجرابل. ميجرابل دي يعني ايه؟ الانترفيس. طب هو الانترفيس ورث ايه؟ لكوين وبنك اكاونت. اذا هو الميجرابل انت لما تيجي ترسل هترسل عميل او كوين، انت حر. يعني خلينا الموضوع كله يشتغل على ايه؟ على يشتغل على حاجه مبهمه في لحظة التست او التشغيل انت اللي تحدد. والدالة اللي اسمها جيت ماكسيمم بترجع لك الكائن اللي مش معروف نوعه هو مين حتى الان، الاعلى. وجيت افريج بتجيب لك المتوسط، اذا الكاونت بزيرو خلاص ريتيرن زيرو، ما عنديش بيانات دخل. اذا الكاونت لا يساوي زيرو يعني else، يجيب لك المجموع على العدد. ازاي نقول ان الكلاس يستفيد من الانترفيس؟ public class implements، كلمة implements بيكون على شمالها الكلاس، الكلاس بيكون على يمينها الانترفيس. يعني دي معناه ايه؟ ان الكلاس اللي اسمه، الكلاس اللي اسمه bank account بياخد مميزات او دوال الانترفيس، بياخدها بلا كود، بس هو المفروض يكتب لها كود. شفت زي كده؟ يعني الانترفيس كان في دل ما كانش لها كود، هو بقى اغيرها او عمل لها امبلمنتيشن او عمل لها صياغه حسب ما هو عايز. قلت له ان الجيت ميجر اللي انا خدتها منك بترجع الرصيد، الكوين بقى هيخليها بترجع الفاليو، يعني الداله الموروثه او اللي انهرتد من الانترفيس. الكلاس اللي ورثها عمل لها امبلمنتيشن او ديفينيشن حسب ما هو عايز،
والكلاس يقدر ياخد من كذا انترفيس. الكلاس كان امبلمنت يقدر يصيغ كذا انترفيس. برضو الكوين، الكوين لما خد الداله خلاها تعمل ريتيرن على الفاليو، يعني الكوين رجعت الفاليو قيمه العمله، البنك اكونت رجعت الرصيد، يعني انا كده خليت الانترفيس شيء بورثه لاي عدد كلاس. طب ما نيجي نستفيد من ده، جينا نعمل كلاس اسمه داتا سيت زي كده. الداتا سيت هو كلاس هيستفيد من الانترفيس، والانترفيس صفاته او الميثود اللي فيه ورثت الى البنك اكاونت والكوين. خد بالك ازاي تعرف ان ده انترفيس، بيتكتب عليه من فوق ستيريو تايب كده او كلمه اسمها انترفيس. ده في اليو ام ال، اليو ام ال لغه بتستخدم لعمل اليو ام ال لغه بتستخدم لعمل رسومات تحليل، حتى بتختصر يونيفايد موديلنج لانجويج، لغه بتعمل رسومات عشان تحليليه. فالانترفيس قبله فوق كده كلمه انترفيس، وراس المثلث ديت والخط المتقطع معناها ان ده انترفيس بيورث كلاسز، انما الخط ده معناه ايه؟ ان الداتا سيت يستخدم الانترفيس، دي معناها استخدام، انما دي معناها امبلمنتيشن او امبلمنتس، او ان هو اخد كل اللي فيه خلاص. يبقى الانترفيس عنده مجموعه من المميزات يقدر يوديها الى مجموعه من الكلاسز. خد بالك تاني ان راس المثلث معناه ان ده، او الخط الداش معناه ان الكلاسز استفادت من الدوال اللي موجوده من الانترفيس، ولابد تكتب لها كود. المثال هو التاني، جينا نعمل لما بعد ما عملنا الكود جينا نعمل كلاس اسمه تيست. تيست اللي فيه ده اللي اسمها مين، لما عرفنا منه من الداتا سيت الجديد اوبجكت وبعتناه العمل، فلما يجي يحسب الايه العملة، واذا نجيت بعد ما غيرت وبعت له كوين فيحسب المتوسط ويجيب لك الاعلى. يعني انت اذا ارسلت له كوينز يجيب يشتغل على العملة، اذا بعت له بنك اكاونت يشتغل على العملة. يعني انت خليته يشتغل بشكل جنرال، فدي الميزة. احنا كده وفرنا كتابة كلاس اسمه داتا سيت 2، كنا احنا عملنا كلاسين في المثال الاول. لو احنا بقى بنقارن بين عملاء وموظفين وفواتير وطلبه، هنعمل داتا سيت واحد بس، ممكن عندك 10 كلاس، ما احناش محتاجين نعمل لكل كلاس داتا سيت خاصه بيه. ادي اللي استفدناه من الانترفيس. في بعض الاسئله اللي زي كده بقول لك ايه، افترض سبوز يو وانت، لو انت عايز تحسب او تستخدم الداتا سيت عشان تجيب الكونتري، الدولة اللي عندها largest population، اللي عندها أكبر عدد من السكان، هنعمل إيه؟ طبعا محتاجين نعمل كلاس جديد implements الانترفيس، يعني كلاس نفس الفكرة، نعمل كلاس ويكون في دالة اسمها get measure اللي بترجع لك عدد سكان الدولة. ولو عايزين نشتغل على موظفين وعايزين نجيب أعلى راتب، هنعمل كلاس للموظفين implements بالانترفيس، ونحط في دالة اسمها get measure تجيب لك الراتب الأعلى، نفس الفكرة. برضه في سؤال تاني بقول لك واي كان، ليه دالة الاد في الكلاس اللي اسمه داتا سيت ما ينفعش ابعت لها اوبجكت؟ في كلاس في الجافا اسمه اوبجكت، اوبجكت هو اعلى كلاس في لغة الجافا. انا مش هينفع ابعت اوبجكت، انا ببعت كلاسات امبلمنتس الانترفيس، الاوبجكت ما فيش علاقة بينه وبين الانترفيس اللي اسمه ميجرابل. انا كل شغلي على كلاسات عملت implementation او استفادت من الانترفيس اللي اسمه measurable، يعني كلاسات عندها دالة اسمها get measure object، الكلاس object ما استفادش من الانترفيس ولا عنده دالة اسمها get measure. انا اي الاكس في الكود تعود على الكلاس اللي استفاد من الانترفيس، او الكلاس اللي عمل implementation لدالة اسمها get measure اللي ورثها من الانترفيس اللي اسمه measurable. في حاجة اسمها كاستنج. شوف لما يكون بنك اكاونت ده اسمه تعريف متغير يساوي نيو اوب بنك اكاونت، دي معناها تعريف اوبجكت، اوبجكت يعني صف او ك. طيب لما اجي اقول ميجرابل اكس يساوي اكاونت، ده سطر ما فيهوش مشكلة، يعني انت مع عارف دي معناه ايه؟ اول سطر خد بالك من الكلام ده، اوصل معناه ايه؟ معناها اللي احنا انشانا مكان في الذاكرة،
المكان ده عنده مواصفات عميل، العميل عنده رصيد، وايا كان بقى ممكن عنده مجموعة من المتغيرات. اذا في الاكونت ده معناه متغير يشير او يعمل ريفير الى مكان في الذاكرة، المكان في الذاكرة يخص عميل. طيب امال لما اجي اقول ميجرابل اكس يساوي اكونت، معناه ان اكس هو كمان يشير الى نفس المكان اللي اكونت بيشير عليه. يعني انت كأن عندك بيت له مدخلين، هي نفس الفكره، او عندك غرفه لها اتنين باب. ما هو هو هنا الاوبجكت اورينتد او الجافا مبني على فكره ريفيرنج او الاوبجكتس. يعني اكونت ده او اكونت على فكره مش ما هوش اوبجكت، اكونت متغير يشير او يقدر يوصلني الى مكان اخر في الذاكره. المكان الاخر ده اللي هو ده اللي اسمه الاوبجكت، ده اللي عنده بالانس وبيانات. فالاكونت يوصلني للمكان حتى الاكس عن طريق الصد. يعني الايكوال دي معناه ايه؟ ان اكس بيشير او بيوصلني الى نفس مكان الاكونت. طب ولما اجي اقول برضو كوين ونفس وديت نفس الفكره، دي معناه ان دايم واكس الاثنين بيشيروا الى نفس المكان في الذاكره. طب لما اجي اقول مجرب الاكس يساوي نيو ريكتانجل، ده سطر خطا. ليه بقى؟ الانترفيس اوعى تكتب بعد منه كلمه نيو. الانترفيس لا يستخدم لتعريف اوبجكت او لانشاء. الانترفيس ممكن اعرف منه متغير وممكن اقول له يشير الى اوبجكت اخر، انما انك تقول له الانترفيس يساوي نيو مستحيل. الانترفيس لا يستخدم نهائيا في تعريف اوبجكت. طب واحد يقول لي ما هنا الانترفيس بيشير الى ريكتانجل، يعني ما تمش انشاء ميجربل. اه بس الريكتانجل ما عملش امبلمنت اسم من الميجربل. اللي ممكن احطه بعد نيو حاجه من اتنين، يا كوين يا بنك اكاونت. انما لو قلت له هنا نيو ميجربل غلط، الانترفيس لا يستخدم في انشاء اوبجكت. طب لو قلت له نيو ريكتانجل غلط، الريكتانجل ككلاس ما خدناهوش من شويه امبلمنتس الميجربل. لازم اللي بعد نيو يكون احد الكلاسات اللي استفادت من الميجربل او من الانترفيس، عشان الانترفيس كده هيشير الى ايه؟ اوبجكت من كلاس استفاد منه. زي كده الاكونت فاريبل عنده عنوان او تايب بنك اكونت بيشير الى مكان في الذاكره يخص عميل، والميجر او الام اي اس يشير الى نفس المكان. يشير يعني يقدر يستفيد من ده، يقدر، بس ما يقدرش يستدعي غير، خد بالك، الانترفيس اللي اسمه ميجرب. لما عرفت منه المتغير ده، هل يقدر يستفيد من كل ده؟ يقدر فقط يستدعي الداله اللي ورثها للكلاس. الانترفيس ورث للكلاس داله اسمها جيت ميجر، صح؟ الانترفيس ورث الكلاس داله اسمها جيت ميجر، فالانترفيس يقدر يستدعي فقط داله اسمها جيت ميجر فقط. الاب بيستدعي من عند الابن الداله اللي ورثها له. الاب ما يقدرش يشوف صفات الابن، ولكنه يقدر يشوف الصفه اللي ورثها من عنده الى الابن. طيب هنا في حاجه اسمها الكاستنج. لما اقول داتا سيت كوين داتا، انا عملت اوبجكت من الداتا سيت كويس، وجيت هنا بعت له عن طريق اد مجموعه من العملات، ما دام مفيش مشكله. طب لما اجي اقول مجرب الماكس كوين داتا دوت جيت ماكسيمم، هل ده امر فيه مشكله؟ مفيش مشكله. جيت ماكسيمم بتجيب لك العمله او الكائن بتاع العملات اللي عنده اعلى قيمه، مع ان ده كوين بعته الى الميجرابل. اه ما قلنا احنا ممكن ايه؟ ممكن نعمل اكس يساوي او اسناد. ممكن اللي على اليمين ممكن يتم اسناد اوبجكت من كلاس الى متغير من انترفيس، بس لابد اللي على اليمين يكون كلاس استفاد من الانترفيس. ثاني اللي بعد الايكوال، اللي بعد الايكوال ده انا بسند ده الى ده، صح؟ اه تعرف ده معناه ايه؟ معناه ان ماكس بيشير الى مكان، المكان ده هو اللي ايه؟ هو اللي فيه العمله الاكبر او الصف بتاع العمله الاكبر. طيب لان الانترفيس ورث صفات الى الكوين، فيقدر يشير الى متغير او اوبجكت من نوع الكوين. طب لما نيجي نقول سترينج نيم، متغير نوعه
سترينج اسمه ايه؟ ماكس. ماكس اللي هو مين بقى؟ اللي هو العملة او المتغير اللي بيشير الى العملة او اللي عندها اعلى فاليو. ماكس دوت جيت نيم، اولا ده امر خطأ. ليه بقى؟ جيت نيم داله تبع الكلاس، والانترفيس ما عندوش داله بالاسم ده، فازاي ان ماكس يقدر يستدعي داله اسمها جيت نيم؟ جيت نيم داله تابعه للكلاس وليست تابعه للانترفيس. الانترفيس قلنا اعلم اللي ورث الكلاس اللي اسمه كوين يقدر يستدعي من عنده داله جيت ميجر بس، ما يشوفش جيت نيم. اذا ده خطا. يعني احنا قبل ما نعمل كده لابد نعمل ايه؟ لابد الاول نعمل كلاس اسمه كوين، نعمل اوبجكت، ونعمل حاجه اسمها كاستنج. عارف دي يعني ايه؟ معناها حول الماكس من ميجرابل الى كوين، والكوين بقى يقدر يستدعي جيت نيم. تاني اللي حصل هنا حاجه اسمها كاستنج. كاستنج يعني تحويل الماكس من ميجرابل الى عمله او كوين، والكوين عنده داله اسمها جيت نيم. يعني المتغير اللي كان اسمه ماكس اللي كان بيشير الى كوين ما يقدرش يستدعي الدوال اللي موجوده في الكلاس. الاب بيستدعي الدوال اللي ورثها للابن، فالجيت نيم ما عند الابن وليست موجوده في الاب. ما هو الانترفيس انا يعتبر الاب او البيرن، فانا حولت الماكس الى كوين عن طريق حاجه اسمها كاستنج. انك تفتح كوز زي كده وتكتب نوع الكلاس اللي على الشمال، معناه الماكس حوله من ميجرابل الى كوين. طب ما هو بعد ما حولت اقدر استدعي داله اسمها جيت نيم. داله جيت نيم بتجيب لك نص، خد النص ده خزنه في ايه؟ في النهايه. هو ده حاجه اسمها كاستنج. يعني الكاستنج يعني هنا ايه؟ احنا قلنا هنا ان الماكس ما يعتبرش كوين، الماكس يعتبر يشير الى متغير او اوبجكت من نوع الكوين، ولكنه يختلف. حتى لما تيجي وانت ينفع تخزن متغير عشري في متغير متجر؟ يعني ازاي؟ هل ينفع تخزن متغير في رقم عشري في انتجر؟ يعني لما يكون عندي مثلا انتجر اكس، هل ينفع في اكس احط 17.6؟ لا، لان ده دبل. ازاي تحط دبل في انتجر؟ الانتجر بياخد رقم صحيح، اخد بس 17، بس لازم قبلها احط كده كوس واكتب كلمه ان. ادي معناها كاستنج. كاستنج يعني خد الجزء اللي فقط يصلح من الدبل، يعني اعمل له تحويل والغي 6 من 10 وحطه في الاكس. انا برضو لما اجي اعمل كاستنج للارقام لابد اخد بالي من النوع اللي على اليمين والنوع اللي على الشمال. دايما النوع اللي على اليمين بيحصل له انفورميشن لوس، بيفقد بعض البيانات. يعني انا بفقد هنا 6 من 10، المتغير اللي على اليمين بيفقد جزء منه ويتحط في اللي على الشمال، واذا ما حصلتش العمليه ولم تتم بيحصل اكسبشن، خطا. امتى خطا؟ اذا انا شلت الانت ديت هيدي ايرو. ازاي بتحط دبل او رقم في فصل عشريه او علامه عشريه او بوينت في انتجر؟ لازم النوع اللي على اليمين يكافئ النوع اللي على الشمال، او يتم تحويله او عمليه كاستنج عشان يكافئ النوع اللي على اليسار. في سؤال زي كده بيقول لك كان يو يوز كاست بنك اكونت اكس، هل اقدر اعمل كاستنج للبنك اكونت للاكس قصدي عشان احول الميجرابل الى بنك اكونت؟ تقدر تحول الميجرابل الى كوين وبنك اكونت. اقدر احول الميجرابل الى اي كلاس استفاد من الانتر، اي كلاس عمل امبلمنت واستفاد من الميجرابل اقدر اخلي الميجرابل يحصل له كاستنج اليه. يعني ينفع امتى احط قبل الاكس بنك اكونت؟ ينفع وممكن تحط كوي طالما الاكس مش الاكس ده من نوع ميجرابل. اذا اقدر اعمل له كاستنج الى 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 الكلاسات اللي اتعرفت او اتبنت على الانترفيس. تاني الانترفيس ممكن يحصل له كاستنج وتحويله الى كلاس، اي كلاس بقى اللي ورث من الانترفيس كوين او بنك اكونت. بقول لك اذا كان البنك اكونت والكوين الاثنين امبلمنتس المجرب، اذا الاثنين يحصل لهم كاستنج، هل الكوين هنا بقى بقول لك ايه؟ هل ينفع اخلي الكوين تتحول الى بنك اكونت؟ لا، الاثنين الميجرابل ممكن اعمل له كاستنج واحوله كوين او بنك اكونت، انما ما ينفعش احول الكوين الى بنك اكونت او العكس. ده الاثنين مستقلين او ما فيش
بينهم اي علاقه، ما فيش علاقه لا بين الكوين لا واحد. ما هو انت بتعمل كاستنج اذا كان واحد ابن من التاني، اب يعني في بيرنت، في علاقه، في وراثه اب وابن. الكوين بيشير الى اوبجكت مستقل عن البنك اكاونت. ممكن احول الميجرابل الى كوين او بنك اكاونت، انما البنك اكاونت والكوين احولهم لبعض. يعني ينفع اقول له كوين اكس يساوي بنك اكاونت ام؟ لا، دولت كلاسات مختلف ما فيش بينهم اي علاقه، ولا وراثه ولا اي حاجه. في حاجه اسمها بوليمورفيزم، تعدديه الايه اشكال. تعدد الاشكال يعني احنا من شويه عملنا ميجرابل، الميجرابل ده انترفيس عرفنا منه متغير خلناه يشير الى بنك اكاونت، ورجعنا خلناه يشير الى كوين. يعني انت استفدت من الانترفيس، استخدمته كذا مره يشير الى اشياء مختلف، يعني في تعدد في استخدام. ما معنى بوليمورفيزم انك تقدر تستخدم الشيء كذا مره بنفس الاسم باستخدامات مختلفة، يعني تقدر تستفيد منه كذا مرة. يعني الـ MES ده أو كلمة مس اللي هو أصله ميجرابل هو متغير يشير إلى عميل أو يشير إلى عملة، يعني أنا استفدت منه واستخدمته مرتين بشكل مختلف. هو ده معنى بوليمورفيزم، إن الحاجة أو دالة جيت ميجر إذا كان كوين ترجع الفاليو، إذا كان عميل ترجع الرصيد، يعني لها استخدامات مختلفة مع إنها اسمها جيت ميجر. كويس، جيت ميجر هنا دل استخدمت كذا مرة استخدامات مختلفة مع إنها اسم واحد جيت ميجر، إذا ده حاجة اسمها بوليمورفيزم، تعدد الأشكال. خلي بالك إن الإنترفيس تاني يقدر يستدعي الدوال من الكلاس اللي ورث منه عن طريق كلمة implement، اسمه الكلاس implements interface. الكلاس اللي عمل implementation للانترفيس هو ده الكلاس، هو ده اللي الانترفيس يقدر يشير اليه او يقدر يستدعي الدالة اللي ورثها له من الانترفيس الى الكلاس. يعني كلمة polymorphism ان انا عندي دالة موجودة باسم واحد اقدر استفيد منها بكذا شكل. عملية اسمها dynamic method lookup، يعني ايه؟ حسب عملية الران تايم والبرنامج شغال بيشوف الاوبجكت كوين يروح يجيب جيت فاليو، اذا كان يروح يجيب الفاليو، اذا كان بنك اكاونت يجيب لك البالانس. يعني هنا خليتها تستخدم بكذا شكل او بكذا طريقة حسب الاوبجكت المرسل. يعني اذا كان الميجر ده بنك اكاونت، اذا الدالة اللي اسمها جيت ميجر هتجيب الرصيد، واذا كان الميجر كوين اذا المسو اللي اسمها جيت ميجر هي اللي تستدعى. يعني الداله اللي هتستدعى جيت ميجر تحت الكوين ولا داله جيت ميجر تحت البنك اكاونت حسب الاوبجكت اللي الميجر بيشير عليه. ما هو معنى بوليمورفيزم ميني شيبز، اشكال متعدده، يعني القدره على استخدام الاوبجكت بخليه يشير الى كذا شكل حسب نوع الداتا المرسله. يعني عمليه بتتم دايناميك وقت الران تايم او وقت ايه وانا بشغل البرنامج. بقول لك واي، ليه ات امبوسيبل، ليه مستحيل انا اعمل كونستراكت الميجرابل؟ هنا خد بالك الانترفيس ملهوش كونستراكتور، والانترفيس ما اقدرش اعرف منه وما عندهوش فيلدس، ما عندهوش متغيرات. ما ينفعش اقول برايفت انتجر دبل، برايفت انتجر اسف بالانس، او برايفت سترينج نيم. الانترفيس غير الكلاس، الانترفيس ما ينفعش اعرف منه اوبجكت، الانترفيس ما عندوش متغيرات، والدوال اللي فيه بلا كود. يعني بقول لك الانترفيس ما ينفعش اعمل له كونستراكشن، ما ينفعش ابني كائن او اوبجكت ايه منه. طيب هنا بقول لك ليه ما اقدرش اعرف فاريبل نوع ميجرابل، هي نفس الفكره. الانترفيس هو كود بسيط بقدر اوزعه على كلاسات، اقدر اعرف منه فاريبل تشير الى كلاسات تم بنائها بالاستفاده من الانترفيس، انما ان انا اعمل متغير من الانترفيس لوحده لا. يعني اي فاريبل بعرفه عن طريق الانترفيس هو في الاصل بيكون بيشير الى كلاس. يعني لما اجي اقول ميجرابل مثلا اكس، دي مش معناه ان انا عندي متغير اسمه اكس، معناها ان اكس هيشير الى مكان، المكان ده
اما هيكون كوين واما هيكون بنك اكاونت. ايش معنى؟ لانه هو هيشير الى اوبجكت من احد الكلاسات اللي استفادت من الانترفيس ميجرابل. اي متغير تعرفه من الانترفيس بيشير الى اوبجكت او كائنات تم تعريفها من الكلاسات التي استفادت من الانترفيس اللي اسمه ميجرابل. ما بيشيرش الى الانترفيس اصلا، ما هوش كائن ولا عنده معلومات خاصه بيه، هو بيشير الى كلاسز امبلمنتس استفادت من الانترفيس. برضه سؤال زي كده ففكره ممتازه. داتا سيت داتا، جيت انا عرفت اوبجكت قلت له ضيف لي بنك عميل عنده 1000، ثم ضيف له كوين 1 من 10 يعني 10 سنت، ثم جيت افريج. هنا خد بالك، جيت افريج هو دلوقتي جيت افريج هترجع ايه؟ جيت افريج بتجمع الاثنين وتسمع العدد. انا اول مره ضفت عميل ب 1000، ثاني مره ضفت 10 من 100 كوين. الجيت افريج هتجمع الاثنين، يعني 1000 زائد 10 من 100 تطلع 1.1 على 2 يطلع لك المتوسط 500.05، يعني زي كده. يعني هو هيجمع دول مع بعض هيبقى 1000.10 قسمة 2، لأن ده المتوسط، يطلع لك 500.05. ما هو هنا بقى الميزة، إن أنا إذا بعت عميل ثم كوين هو عمال يجمع الاتنين. ما احنا لو خدنا بالنا قلنا إن كان الصم بيجمع، بيروح يجيب البالانس أو بيروح يجيب الفاليو حسب ده. بنك اكاونت جاب الرصيد، كوين جاب الفاليو جمع. اذا هنا ده التيكت ميجر كل مره حسب اذا كان اكس كوين او بنك اكاونت، بتجيب الارقام اللي موجوده حسب ده التيكت ميجر وتجمع وتقسم على الايه، على العدد. كده نكون خلصنا المحاضره الاولى في الشابتر التاسع، وان شاء الله تكون الامور واضحه، ونكمل المره الجايه ان شاء الله.